اليوم بدنا نحكي عن أجهزة التكنوميكس ACX. هي عبارة عن أجهزة تعكس دور التكنولوجيا ودمجها في التأهيل. هي أجهزة لأول مرة في الأردن في مركز فيزيون. هذه الأجهزة بتقوم على تقنية الفيرتشوال رياليتي، الواقع الافتراضي. هي عبارة عن مجموعة برامج تحاكي مشاكل المريض من خلال ألعاب بتركز على أكثر من شغلة، ولعبت دور كتير مهم في خصوصي في تأهيل الأعصاب، لأنه مريض الأعصاب بيجينا ما بشكي من مشكلة واحدة جسدية، بل بشكي من مجموعة مشاكل جسدية ذهنية، مشاكل تركيز، مشاكل تناسق حركي. فهي بتشتغل على أكثر من مشكلة للمريض من خلال برنامج واحد أو من خلال لعبة، وبنفس الوقت بحس حاله المريض أنه متسلي، ما بحس بالملل. جهاز الجاما هو جهاز بيركز على توازن وتحميل الوزن عند المريض. ببلش بعمل تقييم للمريض على الشاشات، بيبين للمريض الجهة اللي بيحمل فيها وزن أكتر من الثانية، ومن خلال الألعاب ببلش يركز على الجهة الأضعف. مش بس بيشتغل على تحميل الوزن والتوازن، كمان بدمج لنا التركيز، الذاكرة، التناسق الحركي، وهذا الإشي طبعا بعطينا نتائج أفضل على مشية المريض. جهاز التلكو هو جهاز بيشتغل على تقوية عضلة الفخذ الأمامية وبسط عضلة الفخذ الخلفية والتحكم بالعضلتين مع بعض. كمان في إشي بيميز جهاز التلكو، إنه في بلاتفورم مزود بسنسورز بيقدر يحلل لنا المريض هل عنده قدرة على إنه يحمل وزن على كعب القدم أم على أصابع القدم، وهذا الإشي كتير بيفيدنا بالفوت كليرنس عند المرضى. جهاز الجوبيتر بيشتغل عنا على عضلات الفخذ الأمامية وعضلات الفخذ الخلفية بنفس الوقت، بحيث بساعد عنا مفصل الركبة على الفرد أو التني عن طريق شغلتين، يا إما بتكون open kinetic chain بحيث يقدر يحرك ركبته في الهواء، أو يا إما بيشتغل عليه عن طريق الانقباض بطريقة تكون isometric بحيث إنه العضلة بتنقبض بدون ما تضطر إنها العضلة تطول، لحتى بالضبط يقيس الباور تبعها ويقدر يشوف لك قديش المدى الحركي لإلها. جهاز الكيبتو هو جهاز بيساعد المرضى اللي عندهم مشاكل بالتحكم بعضلات الرسغ والساعد، حيث هو بيتوفر فيه جميع الحركات اللي بيحتاجها المريض للقيام بوظائفه اليومية. جهاز الفيكتس ميني بيقيس عنا المدى الحركي للكتف، بحيث انه بيشتغل عليه باتجاهين، اللي هو الاتجاه الخارجي للكتف والاتجاه الداخلي لإله، بنفس الشيء عن طريق مقاومات ممكن نقدر نضيفها على الجهاز حسب القدرة اللي بيقدر يستحملها عنا المريض، وبالتالي لحتى ينفذ المهام اللي بيطلبها منه الجهاز.